نعم، بسم الله أبيض. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة ويتم التسليم. أحييكم جميعا كل باسمه ولقبه بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من فريق نحن المبادرون نحو القمة بقيادة المدرية الدولية خبيرة مايكروسوفت العالمية، محدثتكم شوقية حواور من فلسطين الرباط، وبرعاية مؤسسة سفراء للتطوير المهني بدعوتكم لحضور هذا اللقاء التدريبي المميز إن شاء الله بعنوان استخدام القبعات الست في العملية التعليمية، من تقديم المدرب العالمي الأستاذ خالد طلبة من مصر الحبيبة. فأهلا وسهلا به وحياه الله وبياه، ونشكره على قبول وتلبية دعوتنا ليكون ضيفنا في هذه الورشة التدريبية. نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناته وحسناتنا وحسناتكم جميعا إن شاء الله. وأقول: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لما استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. القبعات الست في العملية التعليمية، The Six Hats، اللي هي بالإنجليزي. هذا تدريب إن شاء الله رائع ومفيد ومهم لجميع المعلمين بقيادة المدرب الدولي خالد طلبة خير الله، وهو محاضر دولي ومعتمد من جامعة عين شمس ومركز بميك للإدارة، ومعلم خبير فلسفة بوزارة التربية والتعليم المصرية. أما عن محاور الورشة التدريبية فهي: أولاً، ما معنى التفكير؟ وما الفرق بين التفكير ومهارات التفكير؟ ثم المحور الثاني: ما فوائد تعلم التفكير؟ ثم نأتي إلى المحطة الأخيرة: ما هي قبعات التفكير الست؟ ومن مبتكرها؟ وما أدواته؟ نتمنى لكم أمسية سعيدة بإذن الله برفقة مدربنا الدولي الأستاذ خالد طلبة. فأهلا ومرحبا بكم، والآن تفضل ابدأ على بركة الله أستاذ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعليكم السلام والصلاة ورحمة الله والسلام وبركاته. على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. أهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات الرائعين والمميزين والمحبين لتطوير أنفسهم. بنرحب بحضراتكم معانا في الجلسة التدريبية بعنوان استراتيجية القبعات التفكير الست. في البداية، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أتقدم بالشكر لفريق نحن المبادرون نحو القمة برعاية مؤسسة سفراء للتطوير المهني، وأخص بالذكر الأستاذة الرائعة شوقية سلامة على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بحضراتكم. في البداية هبدأ بقصة، إيه رأيكم؟ ما رأيكم نبدأ بقصة إن شاء الله؟ القصة للكاتب تفضل. البرازيلي باولو كويلو. باولو كويلو كتب قصة بيحكي فيها على إن في رجل جالس بيقرأ في جريدة، وبجواره طفل بيحاول إن هو يعبث بالجريدة. فالراجل ده حب إن هو يعني يبعد الطفل عنه، فخد ورقة من الجريدة، أحد الورقات، وكان في ظهرها خريطة العالم. فقال له: يا بني، خذ هذه الورقة ومزقها هذا الرجل لقطع، وقال له: أعيد الجريد أو الورقة كما كان. الولد بعد فترة قصيرة رجع للرجل بالورقة وهي مكتملة الأركان. استعجب الرجل وقال: يا بني، هل أمك كانت تعلمك علم جغرافيا؟ فالطفل قال له: لا لا. قال له ببساطة إن الورقة اللي كان مرسوم عليها خريطة العالم كان في ظهرها صورة إنسان، فلما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم.
في الأمسية بتاعتنا النهاردة إن شاء الله بنتكلم على بناء الإنسان. بناء الإنسان من خلال فكره وقبعات التفكير الست من البرامج الرائعة في التدريب على تطوير مهارات الإنسان العقلية. في البداية أعرفكم بنفسي، معاكم وطبعا الأستاذة عرفتكم بيا ولكن معلومات قصيرة عني، معاكم المحاضر خالد طلبة، محاضر معتمد من جامعة عين شمس وأكثر من مكان، بمك وإدراك والكثير من المراكز التدريب بفضل الله، ومعلم خبير فلسفة بوزارة التربية والتعليم المصرية. هنعمل لعبة كده مع بعض، نعمل تعارف. أنا عرفتكم بنفسي، فأنا عايز حضراتكم كل واحد من حضراتكم هيختار رقم من 1 لـ10، أي رقم يعجبه. تفضلوا كل واحد من الناس الحضور يشاركنا ويختار رقم من 1. هتعرفوا ليه دلوقتي. يختار أستاذ الدعاء 4، أستاذ إيمان 1. تمام، 1. واحد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب كل واحد كتب رقم هيكتب لنا الصفات المميزة له على حسب العدد أو الرقم اللي اختاره. يعني اللي اختار 5 مثلا أو 7 هيقول 7 صفات من صفاته المميزة ويقول لنا اسمه وبلده علشان نتعرف على حضرتك. كل اللي كتب رقم، الرقم اللي كتبته يعني كتب 3 هيكتب 3 صفات مميزة له، اللي كتب 5 هيكتب 5 صفات مميزة، وهكذا. طبعا نختار ارقام كبيره، ده هيضطر يكتب صفات كتير. اتفضلوا شاركونا. هتكتب بالعدد بتاعك، هتكتب صفاتك المميزه 7 مثلا. استاذه ايمان لطفي تقول 7، هتكتبي 7 صفات مميزه. استاذه نوال، وتكتبوا لنا اسمكم والبلد بتاعكم عشان نتعرف على حضراتكم. طموحه، تم، رائع. استاذه، بس اكتبوا لنا اسم والبلد لو سمحتوا باللغه العربيه. استاذه شوقيه، الطموحه ما شاء الله. يلا ايها الرائعون، كل اللي اختار رقم هيكتب لنا عدد الصفات بالرقم اللي هو كتبه. استاذه شروق عبد الكريم بتقول الطموح والتحدي والحنان الزائد، رائع رائع. الاستاذه يا ريت تكتبوا لنا اساميكم مع المشاركه. الطيبه والصراحه والمصداقيه. الاستاذه صبوره، استاذه ولاء من دمياط مصر بتقول بحب شغلي جدا، بحب البحث العلمي. الله، صبوره، رائع. ما البحث العلمي محتاج صبر. الله، لو حد ما قلناش المشاركه ما يزعلش عشان قدامي الاسماء كتيره جدا. يعني قلبي طيب وطموح استاذه رويداء من المغرب، صبوره ومجتهد استاذه دعاء ابراهيم، رائع رائع رائع، ما شاء الله ما شاء الله، صفات جميله ورائعه. طبعا انا بحسد نفسي وجودي وسط هذه الصفوه من الرائعين والمميزين، بارك الله فيكم. من إيمان لطفي من مصر، صفاتي إيمان، صفات مش كاتبة صفات. أستاذة ثريا معلمة من ليبيا، بحث التطوير، بحب التطوير وطموح. أستاذة إيمان المنقوص، صبورة طموحة متفائلة. أستاذة سوزان من مصر، الطموح والطيبة والصراحة، رائع رائع، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. أستاذكم هنبدأ بابتسامة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدق. نبتسم لو سمحتم، الابتسامة، الكل يبتسم، اللي مش هيبتسم أنا شايفه الابتسامة الجميلة لو سمحتم، الابتسامة. الدراسات بتقول الابتسامة تزيد الاستيعاب. الابتسامة، إنسان مبتسم، إنسان بيفرز هرمون السعادة، هرمون الأندروفين. فهيا جميعا نبتسم، ما شاء الله. كل اللي ابتسم هيدي لنفسه 5 درجات تفاؤل. هنعمل عقد اتفاق مع حضراتكم كده. جهز جنب منك ورقه فيها هتكتب ورقتين، ورقه تكتب فيها المعلومات، ورقه الثانيه هتسجل فيها الدرجات. وفي نهايه المحاضره ان شاء الله في كتب بي دي اف الكترونيه مميزه هنبعتها لاعلى درجه. كل اللي عمل ابتسامه ايموجي ابتسامه يدي لنفسه 5 درجات تفاؤل في الورقه بتاعت الدرجات. كمان استاذكم كل يشارك معانا. تالت حاجه الناس تشارك من خلال خطه المدرب، بارك الله فيكم، رائع رائع. كل اللي شارك بايموجي او اي حاجه تعبر عن الامل وعن الطموح وعن الابتسامه يدي لنفسه 5 درجات. تمام تمام تمام.
الشاعر بيقول إيه؟ قصيدة بعنوان لا تطل في النوم. لا تطل في النوم فالصبح أتاك، أدرك القمة أسرع في خطاك، إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. عايزين كلنا نسعى، نجتهد، نرفع الأمة بتاعتنا. قد يمر الوقت في النوم ويمضي، وترى الكل نجوما ما عداك. فاختار أنت، هل تختار أنك تكون في القمة أم أن تبقى في القاع؟ النهاردة إن شاء الله محاور المحاضرة بتاعتنا ما معنى التفكير؟ يا ترى هل في فرق بين التفكير ومهارات التفكير؟ وهنتعلم أو هنتكلم مع بعض عن استراتيجية قبعات الست، معناها ومبتكرها وأنمطها، وهنتكلم على بعض استخداماتها. الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت بيقول أنا أفكر إذن أنا موجود. الفيلسوف الفرنسي بيعبر عن إن الإنسان وجوده مرتبط بتفكيره. ويكفي إن أول آية نزلت في القرآن الكريم كانت اقرأ. لماذا اقرأ؟ لأن اقرأ مش معناها الحروف فقط، ولكن فهم المعاني. مشكلة الأمة الإسلامية هي مشكلة فكر، محتاجين إن احنا نطور نفسنا، نستخدم التفكير أكتر من الحب. أول سؤال أطلبه من حضراتكم، ما معنى التفكير؟ يا ترى إيه معنى التفكير؟ منتظر مشاركات حضراتكم. ما معنى التفكير؟ ما معنى التفكير؟ يلا أيها الرائعون، منتظر مشاركات حضراتكم. يا ترى ما معنى التفكير؟ يلا أيها الرائعون، منتظر مشاركات حضراتكم. يا ريت اللي يشارك يكتب اسمه، اللي يشارك يكتب اسمه. أول مشاركة هو تجميع الأهداف ودراستها للتنفيذ. الله، ادي لنفسك رويدة، ادي نفسك 10 درجات. أستاذة إيمان لطفي، عملية ذهنية للتخطيط رائع، 10 درجات. أستاذة هويدة السيد عثمان، مشاركة العقل، الله الله جميل، 9 درجات. أستاذ عبد العزيز، القدرة على توضيح معلومة، 9 درجات. أستاذة أم كلثوم، التركيز والانتباه في أقل التفاصيل، 8 درجات. أستاذ شروق، طبعا كل إنسان يكون متقدم بياخد درجة أعلى. شروق، عملية ذهنية، 7 درجات. أستاذة سعاد، رائع. أستاذ عبده، هي عملية خلية، رائع رائع. كل شاركنا بعد كده هيدي لنفسه 5 درجات. التفكير، ربنا سبحانه وتعالى ميز الإنسان بأعظم منه وأعظم منها هي التفكير. بالتفكير الإنسان تميز على كل الكائنات الحية. التفكير هو سلسلة من النشاطات العقلية. الإنسان يمارس أو في بعض النشاطات العقلية زي التأمل والتدبر والإدراك، كل دي نشاطات عقلية بيقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير، وبيستقبل المثيرات دي عن طريق الحواس فتحصل الاستجابة اللي هي التفكير. يبقى ممكن نقول التفكير عملية عقلية، الإنسان بيشغل عقله، بنرسم بها خريطة عمل، يعني بنخطط عشان نوصل لهدف محدد إحنا حددناه. يبقى نقدر نقول التفكير، طبعا في عشرات التعريفات للتفكير. يبقى التفكير هنحدد، هنقول هو عملية عقلية بنرسم بيها خريطة عمل، يعني بنخطط لموضوع معين عشان نوصل لهدف محدد. طب ازاي بيحصل التفكير؟ كيف يفكر الإنسان؟ حد كده يشاركنا، ما كيف يحدث التفكير؟ ازاي الإنسان بيفكر؟ هو الباور بوينت جاهز يا استاذه حنان، ولكن المشكله هي في ازاي نوصله. يعني استاذه التفكير هو مجمل الاشكال. طب احنا عايزين نعرف كيف يحدث تحليل الامور، رائع، ده التفكير نفسه. التدبر والتحليل، نقدر نقول ان التفكير عمليه بتحدث عندما يكون هناك مثير. مثير، تفسير بيانات، عملية عقلية تأتي من الحواس. أستاذ دعاء، ادي نفسك 10 درجات، تميز ما شاء الله فعلا عن طريق الحواس، رائع رائع رائع. فالإنسان
المعلومة بتدخل للإنسان من خلال الحواس. مثير بيحصل حواس بتدخل معلومة إلى العقل، فتحدث أنشطة عقلية غير مرئية، وبالتالي تحدث التفكير. واضح، جميل، رائع. طب يا ترى هل في فرق بين التفكير ومهارات التفكير ولا الاثنين حاجة واحدة؟ يا ترى هل في فرق بين التفكير ومهارات التفكير؟ طبعا لا تدريب بدون مشاركات. لا تدريب بدون مشاركات. يا ترى هل في فرق بين التفكير ومهارات التفكير ولا الاثنين واحد؟ اسمع مشاركاتكم. في اختلاف، استاذ عبد العزيز ادي لنفسك 5 درجات. طب ايه الاختلاف يا استاذ عبد العزيز؟ اكيد في فرق. يا ريت اللي يشارك يقول لي اسمه لو سمحتم. أستاذة هبة الخطيب، في اختلاف. أستاذ سعاد، نعم في يوجد. طب إيه هو الاختلاف؟ التفكير عندك كل بس المهارات مختلفة. الله عليك يا أستاذة دعاء إبراهيم، إدي لنفسك 10 درجات. أستاذة إيمان 5 درجات. أستاذة حنان منصور، نعم يوجد فرق، 5 درجات. كل 1000 اختلاف ياخد 5 درجات. إحنا عايزين بقى تفصيل، يا ترى إيه الفرق بين التفكير ومهارات التفكير؟ أستاذة شروق بتقول التفكير يتشارك بالمهارات. تمام. أستاذة هويدة بتقول هناك اختلاف، 5 درجات. طب ايه الفرق بقى؟ ما احنا عرفنا كلنا دلوقتي ان في فرق، يا ترى ايه الفرق بينهم؟ الاستاذه بتقول الفرق في التفكير ومهارات وقيمه النتيجه والتنفيذ، ماشي جميل. ما احنا عرفنا في فرق يا جماعه، ايه الفرق بقى؟ يا ريت اللي يشارك يقول اسمه لو سمحت. استاذ امير بيقول التفكير نشاط رمزي يتضمن التعامل مع الرموز. طب مهارات التفكير بقى يا استاذ رمزي، استاذ امير. أستاذة شروق المهارات تزيد من فعالية التفكير، رائع رائع. أستاذة شروق 10 درجات إجابة مميزة. أستاذة شروق عبد الكريم 10 درجات لتميز إجابتك. أستاذة زينب علي إنما ليس الكل الله عليك يا أستاذة زينب. أستاذة زينب علي إدي لنفسك 10 درجات. أستاذة إيمان لطفي تمام 10 درجات. أستاذة حنان منصور مهارات التفكير هي الوصول للحلول بأسرع الله الله إدي لنفسك 10 درجات أستاذة حنان منصور. ما تنسوش الدرجات يا جماعة عشان في الآخر أعلى درجة في هياخد كتب مميزة إن شاء الله. التفكير هو تحليل الأمور أستاذة هويدة رجاء، المهارات هو طريقة التفكير نفسها. جميل جميل جميل. كل شاركنا يدي نفسه 5 درجات، بارك الله فيك. نقدر نقول إن التفكير هو عملية فطرية. كلنا بنفكر ولكن القليل من يستخدم مهارات التفكير. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا التفكير زي ما الإنسان ربنا أعطاه السمع عشان يسمع ودان عشان يسمع وعينين عشان يرى، كذلك أعطى الإنسان العقل كيفك. فالتفكير ده شيء فطري، كلنا نمتلك التفكير، ولكن مهارات التفكير هي مكتسبة. عشان كده احنا جايين النهاردة نتكلم على القبعات الست، فدي مهارة من مهارات التفكير بنتعلمها. يبقى كلنا بنفكر لكن القليل هو من جيد مهارات التفكير. يعني ايه مهارات التفكير؟ أنشطة عقلية مكتسبة، يعني متعلمة، الإنسان بيتعلمها من خلال البرامج المختلفة لمهارات التفكير. من خلالها الإنسان بيقدر يعالج المعلومات ويعمل صلات وعلاقات وياخد قرارات ويخلق أفكار جديدة. نعمل كده ريفرش. قيل للعباس بن عبد المطلب: أأنت أكبر أم رسول الله؟ شوف الرد بقى الذكي من الصحابي الكريم عم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. الله الله الله، يا سلام على الرد الذكي. بيسألوه بيقولوا له هو أنت أكبر ولا النبي؟ طبعا هو أكبر سنا، بس طبعا ما يقولش هو أكبر، هو أكبر مني يقصد قدرا ولكني ولدت قبله. في من الكتب الجميلة طبعا من خلال المحاضرة بتاعتنا بنرشح لكم بعض الكتب الجميلة زي كتاب الأزكياء للإمام ابن الجوزي. طيب هل يمكن تعلم مهارات التفكير؟ طبعا في خبر كويس ان مهارات التفكير يمكن تعلمها زي اي مهاره، زي بيتعلم قياده السيارات او بيتعلم اي مهاره من المهارات، محتاجه بس الممارسه والتعليم. من ضمن المهارات ديت او من ضمن البرامج اللي بتعلم مهارات التفكير برنامج قبعات التفكير الست. في مقوله لألبرت اينشتاين، هذا الرجل المفكر الالماني، بيقول العالم الذي ابدعناه هو نتاج تفكيرنا. يعني اليوم اللي انت النهارده ده نتيجه تفكير في الماضي، حاجه انت فكرت فيها في الماضي فاصبحت اليوم هي يومك اليوم او عالمك اليوم.
وليس في مقدورنا تغيير العالم من دون تغيير تفكيرنا. عفوا على المقاطعة أستاذ خالد، الآن وصل. تفضل. وصل الأستاذة خول تشارك لك إياه. احكي لها وين توقف، بتوقف لك. هلا تتقدم شوية. تمام. تمام. تمام تفضلي. تمام. طب معلش نتقدم، هو ده هي دي نصها كانت معدلة، مش مشكلة. طب نتقدم. أستاذي بالضبط وين؟ أي شريحة؟ طب حضرتك تقدمي، هو ده نسخة معدلة. طب عذرا، مش مشكلة. أها هاي ولا هاي؟ خلاص بلاش الباوربوينت بقى، عشان كده احنا ايه، بس انا عدلت على ده وبعدته خطا، يعني راح خطا يعني. خلاص استاذنك بلاش الباوربوينت. لا تمام، بلاش الباوربوينت. يعني اوقف المشاركه استاذ الشوقية؟ لا وقفي، وقفي يا فندم، وقفي، وقفيها خلاص. ما شاء الله، يعني هو ما شاء الله الاستاذ خالد بكفي وموفي بدون باوربوينت، يعني ما شاء الله تفاعل رائع مع الجمهور. طب عذرا، لو ما فيش ماده علميه كنا نشوفك فيديو يا استاذ خالد، يكون افضل كمان. انا تحت امركم. يا سلام، ده انا اسعد، ده انا اسعد بيكم، اسعد بيكم. نكمل يا احباب، نكمل يا احباب. تمام. طيب لماذا نتعلم مهارات التفكير؟ يا ترى لما اتعلم مهارات تفكير او قبعات تفكير الست، يا ترى هل في فائده استفيدها؟ اتفضلوا شاركونا. يا ترى هل في فائده نجنيها من تعلم مهارات تفكير؟ منتظر مشاركاتكم، اتفضلوا شاركونا. يا ترى لما نتعلم مهارات تفكير هل ده هنستفيد حاجه؟ الله ينور عليك يا استاذه هويه، بارك الله فيك. طبعا اكيد الباور يا استاذه ايمان بيزيد طبعا التركيز. استاذه شروق، تنميه الابداع والتفكير، الله عليك، ادي نفسك 10 درجات. تمام تمام. ايه بقى الفايده يا جماعه؟ احنا عايزين بقى ندينا معلومه، تعامل مع المعلومه بطريقه، الله عليك يا استاذه هبه الخطيب، ادي نفسك 10 درجات. استاذه شوقيه فايق بتقول هو الموضوع تفاعلي، طبعا طبعا اكيد يعني. فعلا ساعد اتخاذ القرار، ادي نفسك 8 درجات. استاذه هويده السيد اكيد، لان عقل زينه الجسم 5 درجات. طبعا وصول القرارات السليمه، استاذه ايمان لطفي 10 درجات. استاذ دعاء ابراهيم اكيد تفكيرنا احسن طبعا رائع 10 درجات. تنميه العقل، تشغيل الحواس الجسم، تميم رائع رائع رائع. استاذ سلامه احمد، تعليم مهارات جديده تساعد في التكيف، طبعا هو بيعرفوا الذكاء هو التكيف مع المواقف المختلفه، الله عليك. تمام، كل اللي شاركنا يا جماعه يدي نفسه 5 درجات، رائعين رائعين ومميزين رائع، بارك الله فيك. نكمل يا احباب. مهارات التفكير يا جماعه تعلمها بيساعد على، اولا القران الكريم 494 ايه بتكلمنا عن التفكير، ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، أفلا تفكرون، أفلا تذكرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول. فربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بينبهنا للتفكير والتذكر والتأمل، أفلا تفكرون، أفلا تعقلون، آيات كثيرة بتنتهي بتنبهنا للتفكير. يبقى إذن أول فايدة نستفيدها إن إحنا ده مطلب شرعي. أولاً، ثانيا بنوظف التفكير في المواقف المختلفة، يعني إنسان حصل له مشكلة معينة فبيبدأ يفكر فيها. التفكير ما بيحصلش لوحده، لا يحدث تلقائي، مش زي الإنسان كان قصير طول، لا، التفكير بينمو بالتدريب والممارسة. كل ما ندرب عقلنا على التفكير، وفينا طبعا بذكركم بكتاب رائع للدكتور طارق سويدان، اكتب اسمه درب عضلات عقلك. فالإنسان كل ما بيدرب عضلات عقله أكثر، كل ما بينمو ويتميز بتفكيره. كمان الإنسان لما بيفكر يا جماعة بتزداد ثقته بنفسه. تخيل كده لو أنت في مشكلة قدام منك وحلتها، يا سلام تخبط بقى على ايديك كده تقول هو ده. فالتفكير بيزيد من ثقة الإنسان. كمان التفكير قوة متجددة، فالإنسان كل ما يفكر بيحس بقوة. كمان بيساعده في النجاح المهني والحياتي والدراسي. رائع رائع رائع. أنا بصراحة سعيد في وجودي وسط هذه الصفوة من الرائعين والمميزين. يا ترى هل في برامج كتيرة؟ أيوه، في مهارات
في برامج كتيره لتعليم مهارات التفكير زي برنامج بتاعنا اللي هو قبعات الست، وفي برنامج رائع ان شاء الله لو في فرصه نبقى ندربكم عليه، برنامج الكورت بتاع ادوارد بونو، في برنامج تريز، في برنامج سكامبر، في مفاتيح التفكير، برامج كتيره جدا بتساعد على تعليم مهارات التفكير. في كتاب جميل للدكتور الرائع الاردني دكتور جوده احمد سعاده، كتاب اسمه تدريس مهارات التفكير. كتاب هو كتاب ضخم صحيح بس ممتع وجميل جدا. ننتقل لمبتكر قبعات التفكير الست. قبعات التفكير الست هي استراتيجية خرج بها إدوارد بونو، هذا الرجل الرائع هنتكلم عليه دلوقتي. هذا الرجل الرائع طلع علينا بأول طبعا استراتيجية له هي الكورت سنة 1970، لكن في منتصف الثمانينات تقريبا 1985 خرج علينا بإبداعه بقبعات التفكير الست. طيب من هو إدوارد بونو؟ إدوارد بونو ده رجل أساسا من جزيرة مالطا، طبيب وعالم نفس وفيلسوف، درس الطب ودرس الفلسفة وأخذ دكتوراه في الطب والفلسفة، وألف العديد من الكتب في مجال التفكير الإبداعي. وهو ليه لفظ اللي هو التفكير الجانبي يعتبر من إبداعاته، وطبعا أفضل إبداعاته الكورت قبعات التفكير الست، وفي شركات كتيرة استعانت به زي كوكاكولا وريكسون، والتلفزيون الألماني عمل له برنامج مخصوص، وهيئة الإذاعة البريطانية عمل برنامج اسمه مقرر ديبون. ديبونو لما درس التفكير الغربي وجد انه تفكير جدلي. يعني ايه؟ انا معايا مثلا بقول في راي معين والاستاذه شوقيه لها راي ثاني، فبنفضل احنا الاثنين كلنا كل واحد مننا بيحاول انه يثبت ان رايه الصح. دي بيسموه في الفكر الغربي الجدلي، لحد ما نطلع بفكره ثالثه جديده او تفكير متعاكس. لما سافر ديبونو للشرق وشاف تفكير دول الشرق وجد ان التفكير الياباني والتفكير الشرقي مختلف عن التفكير الغربي، بانه تفكير متوازي. يعني ايه؟ انا بقول فكره، كل واحد مننا بيضيف فكره، فده تفكير متوازي. عجبته الفكره فخرج بيها بقبعات التفكير الست. طيب سؤال، لماذا اختار ديبونو ادوارد ديبونو هذا الرائع القبعه وليس شيء اخر عشان يعبر عن التفكير؟ لو نظرنا للقبعه نجد ان هي بتوضع على الراس، القبعه بتوضع على الراس فهي اقرب تمام، غطاء الراس جميل قوي، فعشان كده اختار القبعه كرمز للتفكير الاقرب للدماغ. رائع رائع، كل شريك ليدي نفسه خمس درجات. استاذ شروق دايما مميزه ما شاء الله، والاستاذ هبه الخطيب رائع، استاذ عبد العزيز والاستاذ هويده رائع رائع، كلكم رائعون، كل شريك ليدي نفسه خمس درجات، بارك الله فيك. نكمل يا احباب، بنقول ان ديبونو اختار القبعات وهدفها الاساسي ايه؟ هدف قبعات ست، اولا تبسيط التفكير. الراجل ده عايز ان احنا نستخدم التفكير كمهاره، زي ما بنتعلم اي مهاره في الدنيا، فعايزنا ان احنا ندرب نفسنا على التفكير كمهاره وكلعبه ممتعه، عايزين نستمتع بالتفكير. في عندنا في العالم كله او في تدريس التفكير في نمطين، في اسلوبين في تعليم التفكير. الاسلوب الاولاني رائع يا استاذ شروق، الجمع بين النظر والتفاعل الفكري رائع. في طريقتين في تدريس التفكير، يا اما ندخلها من ضمن المناهج الدراسيه وده اسلوب من اساليب تعليم التفكير، لكن ديبونو عايز ان احنا ندرس التفكير بشكل مستقل، ودي الطريقه اللي احنا شغالين عليها في الكورت. الكورت تفكير مستقل، قبعات التفكير الست ممكن ناخدها او ندرسها بطريقه مستقله، ولكن الافضل ان احنا ندمجها في لو مثلا في مدرسه ممكن ندمجها زي ما هنشوف دلوقتي مع الدرس اللي احنا بنقدمه، او لو في شركه او في مصنع في اي مجال ممكن نستخدم قبعات التفكير الست. يبقى قبعات التفكير الست من اهدافها تبسيط التفكير، ان احنا نخلي التفكير ده لعبه ممتعه وتحقيق فعاليه اكبر. كمان من اهداف قبعات التفكير الست التحول من عرضيه التفكير الى تعمد التفكير. يعني ايه؟ ان انا بدل ما بستخدم التفكير بطريقه عفويه، لا ده انا هبذل مجهود واركز واتعمد ان انا ابذل، ان انا بفكر لابس القبعه دي الحمراء العاطفه او القبعه الزرقاء للسيطره وهكذا. كمان ديبونو مش عايزنا نفكر بنمط واحد،
عايز في مرونه في تغيير نمط التفكير. في موقف ذكي لسيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام، ان في يوم من الايام جاله رجل وقال له ان في حد من جيراني سرق الاوز بتاعي. فسيدنا سليمان فكر في المشكله وبعدين قال له طب اجمع لي الناس في المسجد. فالناس لما اتجمعت في المسجد عايز يكتشف يعرف مين اللي سرق الاوز بتاع جاره. فقال ما بال احدكم يسرق اوز جاره ثم يدخل المسجد والقش على راسه. فقام واحد مسح الايه راسه كده قال له تعالى يبقى انت اللي ايه انت اللي اخذت الاوز. طبعا بطريقه مبدعه اذن سيدنا سليمان يكتشف السر. رائع. طيب هنعمل نشاط تفاعلي مع بعض. هنستنتج ايه القبعه يا ترى دي بونو. احنا عندنا ست قبعات، القبعه البيضاء والقبعه الحمراء والقبعه السوداء والقبعه الصفراء والقبعه الخضراء والقبعه الزرقاء. هنستنتج مع بعض يا ترى راود. هنستنتج مع بعض إيه نوع سكرت على الكل. أستاذ سكرت الكل لو سمحت افتح المايك، ويريت لو سمحتوا اتحافظوا على المايكات مغلقة لو سمحتوا. أستاذ خالد افتح المايك، افتح المايك لو سمحت. كده الصوت واضح؟ نعم 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 تفضل. تمام. هو توقف من زمان بقى يبقى كده توقف من زمان. طيب نكمل يا احمد. بنقول ان هنستنتج مع بعض القبعه القائده دي. يا ترى احنا عندنا ست قبعات، القبعه البيضاء والقبعه الصفراء والقبعه السوداء والقبعه الزرقاء والقبعه الصفراء. يا ترى انهي من القبعات السته دي هي القبعه القائده؟ نستنتج مع بعض كده. يلا يلا يا احباب، ما هي القبعة التي تحرك باقي القبعات؟ من يجيب علينا من الرائعين؟ القبعة البيضاء، لا نفكر أكتر. الزرقاء، أستاذة حنان ادي لنفسك 10 درجات. صفراء، لا طبعا هي القبعة، كل اللي قال القبعة الزرقاء يدي لنفسه 10 درجات. اللي كتب أي واحدة تانية يدي لنفسه درجة واحدة مشاركة. رائع رائع رائع. نكمل يا أحباب. ديبونو طبعا كل عمل لازم يكون له قائد. اشبه هو نعم. ديبونو شبه القبعه الزرقاء بقبعه بالمايسترو. لما يكون في حفل موسيقي بيكون مايسترو او قائد بيقود المجموعه للسيطره والتخطيط. طيب هنستنتج مع بعض القبعه اللي بعد كده. القبعه اللي بعد كده اتذكر لونها 12 مره في القران الكريم، بتدل على النقاء والراحه والهدوء والصفاء، بتتميز بالموضوعية والحياد والتجرد من العواطف. هي بتشبه الكمبيوتر، ما بتفسرش ولا تحلل معلومات. يا ترى ما هي القبعة المذكورة؟ أنا هستخدم بقى بشكل فوازير كده عشان نستنتج مع بعض. يلا يا أحباب، اللي قال البيضاء يدي لنفسه 10 درجات، أي لون تاني يدي لنفسه درجة واحدة مشاركة. رائع استاذ زينب، رائع استاذه لطيفه والاستاذه تمام رائع. كل كتب بالبيضاء استاذه عائشه واستاذه وفاء، رائع رائع بارك الله فيكم. استاذه نعمه بتقول انا لسه داخله الحمد لله على السلامه. طيب نخلص نقاش عن القبعات الست، تابعي معانا ما راح عليكي شيء كثير، تفضل. بنقول ان القبعة البيضاء، ايه صفات القبعة البيضاء؟ ديبونو بيشرح لنا القبعة البيضاء، بيقول هي قبعة الحقائق. هو شبه البيضاء لان اللون الابيض ده لون النقاء، لون الورق حتى الورق الابيض اللي بنكتب عليه ابيض، هو بيطلع من الحاسب الالي، فشبهه بورق الكمبيوتر او ورق البيضاء، بان احنا بنجمع معلومات من غير ما ندخل مشاعرنا او عواطفنا، بنجمع حقائق ومعلومات وبيانات. ما فيش تخمين، التخمين هنا مرفوض، لا يقبل الا الحقائق. يبقى هنا في القبعه البيضاء الهدف الاساسي تفكير حيادي.
تفكير حيادي وموضوعي. يعني حيادي او موضوعي؟ مفيش انحياز فيه، مفيش عواطف، مفيش حكم على الامور. يا ترى ايه الاسئله اللي ممكن يقولها مرتدي القبعة البيضاء؟ منتظر من حضراتكم مشاركه. يا ترى مرتدي القبعة البيضاء هيسال عن ايه؟ هنتخيل كده مع بعض ان احنا بنرتدي القبعة البيضاء. عن ارقام، ارقام ممكن يسال. ارقام، جميل جميل، رائع استاذ مبروكه. تمام، كل احداث المشارك ياخد. تمام، معلومات، بيسال عن ارقام، رائع رائع رائع، اشياء مبشره، رائع استاذ مبروكه. ارقام، احداثيات، معلومات، أحداث. رائع، كل اللي يشارك يدي لنفسه 10 درجات تميز. تمام تمام تمام، هو فعلا القبعه البيضاء قبعه بتسال ايه اللي نعرفه عن الموضوع ده. يا ترى ايه اللي ما نعرفوش عن الموضوع؟ ايه اللي عايزين نتعلمه؟ ايه المعلومات اللي احنا محتاجينها؟ ايه الارقام؟ ايه الجداول؟ هل توجد حلول؟ بتسال دايما عن معلومات، بتسال عن حقائق. طيب هنعمل تمرين تفاعلي مع بعض. لو حد من حضراتكم يريد ان يشتري شقه جديده، ايه المعلومات والحقائق اللي هو هيبحث عنها؟ يلا يا جماعه مع بعض كده نشارك مع بعض. دلوقتي هنتخيل ان احنا هنشتري شقه جديده، يا ترى ايه المعلومات اللي هنبحث عنها؟ موقعها رائع 10 درجات، المساحه تمام 9 درجات، سعرها استاذه حبيبه، طبعا الاسماء قدامين بتجري بسرعه فعذرا، يعني المكان، السعر، الموقع رائع، جيرانها رائع طبعا، الجار قبل الدار، مكان الشقه وساعتها، السعر، المساحه، الموقع رائع. كل اللي بنتكلم عليه دي كلها معلومات. فاحنا هنا بنستخدم القبعه البيضاء، البيئه الصحيه، رائع جميل والله، اجابات مميزه، الموقع والسعر، الجار طبعا، البيئه، الموقع، الهدمات، ما اعرفش الهدمات دي هي ايه، حقائق تمام رائع، الخدمات تمام، السعر استاذه قمر، استاذه مبروكه، الجار والموقع والمساحه، استاذه شروق، الامان، دي نقطه مهمه جدا، شكل المبنى، استاذه نوره بتتكلم على شكله، الجيران رائع. كل اللي بنتكلم فيه ده يا جماعه اللي احنا حضرتك قلتوه ده كله بيعبر عن حقائق وارقام. تمام، هنعمل سؤال تاني. يبقى هنا في القبعه البيضاء بنسال على المعلومات الموجوده المتاحه والمعلومات اللي احنا عايزين، الناقصه اللي عايزين نتوصل ليها، ويا ترى نجيبها ازاي ومنين. فكل اللي بنستخدمه هنا بنحاول ان احنا نجمع معلومات عن الشيء اللي احنا بنفكر فيه. رائع. وللاسف لو كان في صور كنا احنا عرضنا عليكم فيه العاب وتمارين، بس قدر الله ما شاء فعلا. ابو الطيب المتنبي هذا امبراطور الشعراء بيقول ايه؟ يقول العقل يشقى في النعيم بعقله، واخو الجهاله في الشقاء ينعمه. طبعا التفكير معاناه، فبيقول هنا، بيقول الناس الانسان بيفكر بيشقى في النعيم بعقله، والانسان اللي هو ما بيفكرش خالص بيشقى في النعيم بتاعه. العقل يشقى في النعيم بعقله، واخو الجهاله في الشقاء ينعمه. طيب نكمل يا احباب. هنستنتج القبعه التاليه. نفكر مع بعض. القبعه ديت ذكر لونها في القران الكريم 5 مرات. صاحبها دايما متفائل وايجابي. هي عكس تماما القبعه السوداء. بيغيروا من لونها. بتعكس مستقبل مشرق. يا ترى ما هي نوع القبعه؟ ما لون القبعه التي ذكرناها؟ منتظر مشاركتكم. الله، الصفراء، رائع. استاذه سوزان، استاذه سلوى، الاحمر، لا خطا، الاحمر. كل اللي قال الصفراء يدي لنفسه 10 درجات. اللي قال لون ثاني يدي لنفسه درجه بس، درجه تفاعل. هي القبعه الصفراء، رائع رائع رائع، بارك الله فيكم، ما شاء الله عليكم. انا بحسد نفسي النهارده والله، امسيه جميله وممتعه مع حضرتك. يا ترى القبعه الصفراء ايه صفاتها؟ ايه مميزاتها؟ القبعه الصفراء يا جماعه هي قبعه التفاؤل والايجابيه. بتهتم عن نواحي القوه، الفرص، الايجابيات، احتمالات النجاح، وتقليل احتمالات الفشل. بتركز على المنطق. زي مثلا ما اقول ايه مميزات الانترنت؟ يبقى انا بتكلم على المميزات.
ايه مميزه ان انا استخدم مثلا طريقه مثلا تمثيل ادوار في الفصل مثلا، او طريقه مثلا استخدام استراتيجيه زي استراتيجيه ورشه العمل، فكل دي بقول ايه مميزات، فبدور عن احتمالات النجاح. طب ايه الاسئله يا ترى؟ الاسئله اللي بتسالها ده سؤال تفاعلي لحضراتكم. ترى ايه الاسئله اللي بيقولها مرتدي القبعه الصفراء؟ ما الاسئله التي يطرحها مرتدي القبعه الصفراء؟ مشاركاتكم. ما فوائد شروق 10 درجات؟ ربنا يبارك فيك يا استاذ كوثر. الاستاذ محمد عطيه الايجابيه. لا عايزين بقى ايه الاسئله اللي بيطرحها استاذ شروق عبد الكريم؟ ما الايجابيات المترسمه؟ الله الله الاسئله التي يطرحها مرتدي القبعه. ما الاستفاده من دراسه علم الفيزياء؟ رائع استاذه حبيبه 10 درجات، بارك الله فيكم جميعا. التفكير عن الشيء الايجابي رائع. ما الايجابيات او الفوائد استاذه سوزان عبد العال 10 درجات. استاذه مروه وضع بديل لحل مشكلات حلول، رائع رائع. كلكم رائعون رائعون رائعون، بارك الله فيكم جميعا، ربنا يحفظكم وبارك فيكم يا رب ما شاء الله. طبعا هنا الاسئله اللي بيرتديها اللي بيقولها مرتدي القبعه الصفراء يقول لك ايه الفوائد؟ يا ترى ايه الايجابيات؟ طب ايه القيمه اللي استفدها من الشيء ده؟ يا ترى لو طبقت اي استراتيجيه في الفصل؟ يا ترى ايه الفوائد اللي الطلبه هيجنوها؟ ايه الفوائد اللي انا كمدرس او كمعلم هقدر ان انا استفدها من تطبيق استراتيجيه معينه؟ لماذا يمكن فعل ده؟ لماذا توجد فوائد؟ لماذا تعتبر هذا؟ وكل دي بنتكلم عليها مرتدي القبعه الصفراء. ايه الفايده اللي هنجنيها لما نحضر محاضره زي محاضره قبعات التفكير الست؟ كل دي فوائد بنتكلم عليها. طب هنعمل تمرين سؤال لحضراتكم، ما ايجابيات حضورك لمحاضره بعنوان قبعات التفكير الست؟ منتظر مشاركاتكم. يا ترى ايه الفوائد اللي استفدتها لما حضرت معانا النهارده محاضره قبعات التفكير الست؟ منتظر مشاركاتكم. تنميه وتطوير استاذه حبيبه 10 درجات، استاذ عبد العزيز 10 درجات زياده معلومات رائع، استاذه شروق الابداع التفكير الجمعي رائع، استاذه حبيبه تنميه وتطوير رائع، استاذه زينب، استاذه هبه الخطيب معرفه طريقه التفكير جميل، كيفيه استخدام 10 درجات، استاذ شروق عبد الكريم تمييز بين وجهات النظر رائع 10 درجات، زياده المعلومه، استاذه ماجده نبيل تطوير الذات تمام رائع رائع ما شاء الله ما شاء الله، مهارات تفكير الاستاذه كريمه، احمد عوض التعلم النشط، استاذه واضحه، محمد عبد الكريم اكتساب مهارات استراتيجيه التدريس وتفعيلها في التدريس، استاذه مبروكه تطوير التفكير رائع. وطبعا واحنا بنتكلم على فوائد استخدام قبعات التفكير الست ما ننساش ان احنا محتاجين ان احنا ننوع كمعلمين في عشان الطفل اللي احنا الطالب ما يحسش بالملل، التعليم مقلوب رائع رائع، كل ده حاجات جميله جدا. محتاجين ان احنا نستخدم الحاجات القديمة النهاردة يا جماعة مع الانترنت ومع وجود وسائل التواصل الحديثة، الأساليب القديمة عادش تنفع. فدايما شعارنا كمعلمين بقى، أنا طبعا بتوقع الناس معنا أكثرهم هيكونوا معلمين، نحاول إن احنا يبقى شعارنا حاجتين اتنين، إن الطالب اللي بيتعلم مننا يستمتع وكمان يستفيد، الاتنين المتعة والفائدة، يكون ده شعارنا. الإبداع في علم عملية، الله عليك يا أستاذة زينب، زينة بتقول ابداع في عمل تاني. طبعا ما هو ده لما استخدم استراتيجيات مختلفه، قبعه التفكير الست مره، تمثيل ادوار، اشغل فيديوهات، كل دي اساليب جميله ان انا استخدمها في عمليه التدريس. المتعه الله عليك يا استاذ رائع، استاذه حبيبه الشغف جميل قوي، ما هو ده هيخلي الطالب قدام منا يشعر ان يبقى نفسه يبقى فيه شغف. احسنتم ما شاء الله عليك وبارك الله فيك. شاركنا بكلامه الجميل ده يدي نفسه 5 درجات تميز. نعمل تمرين تنفس، طبعا احنا هنحاول كده مع بعض. العقل محتاج مننا 3 حاجات، في 3 حاجات عشان نفكر كويس. اولا الماء، لابد ان احنا نشرب على الميه بمناسبه الماء. العقل محتاج للماء، 75% من العقل ماء، فلذلك محتاجين ان احنا نشرب ميه كتير. يبقى الماء اول حاجه محتاجينها. ثاني حاجه الاكسجين، العقل تقريبا 20% من الماء اللي داخل الجسم بيذهب الى العقل، فاذا محتاجين عشان نفكر كويس
يبقى عندنا اول حاجه الميه، ثاني حاجه الاكسجين، ثالث حاجه الجلوكوز. الثلاث حاجات دول محتاجينها. هنعمل دلوقتي تمرين تنفس تمام استاذه زينب، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنعمل تمرين تنفس مع بعض دلوقتي عشان ننشط عقلنا. تمرين التنفس اللي نعمله 4 2 8 في اربع عدات. هناخد شهيق طبعا ما نخافش، الاكسجين كتير ما حد مش هيخلص. في اربع عدات هنادر اصابعنا، هناخد شهيق اربع عدات وهنحبس الهواء في عدتين، وفي ثمان عدات هنعمل زفير كاننا بنطفي شمع. هنعمل التمرين مع بعض، واللي يعمل التمرين يكتب ان هو عمله. تمام، كل اللي كان اللي عمل التمرين يكتب تم. رائع، يدي لنفسه 10 درجات مشاركه ايجابيه، بارك الله فيكم. تمام تمام 4 2 8 تمام، عشان الاكسجين يدخل العقل دخله اكبر. ما تخافوش الاكسجين مش هيخلص. رائع رائع، كل اللي كتب تم وعمل التمرين يدي لنفسه 10 درجات تميز، بارك الله فيكم. طيب هننتقل لقبعة جديدة، هنقول سماتها وحضراتكم تستنتجوها. صاحب القبعة دي دايما بينتقد في كل شيء، ما بيعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. لا يعجبه شيء، يبحث دايما عن الضعف، ما بيهتمش بالمشاعر. يا ترى ما نوع أو ما لون هذه القبعة؟ منتظر مشاركتكم. السوداء. كل اللي كتب السوداء يكتب 10 درجات، وطبعا دايما الناس بتميل دايما الى السلبيات دايما. تمام. نكمل يا احباب. ايه سمات كل اللي كتب سوداء يدي نفسه 10 درجات، اللي كتب اي قبعه ثانيه يدي نفسه بس درجه واحده مشاركه، بارك الله فيكم. ايه خصائص القبعه السوداء؟ اولا هي رمز للنقد والتشاؤم. دايما صاحبها بيدور على السلبيات. بيدور على نواحي الضعف والمحاذير. طب يا جماعه السوداء دي نستخدمها كتير؟ لا طبعا، ما نحاول احنا ما نكترش منها عشان ما نصابش بالياس، ولكن وجودها ضروري. بتهتم بالصعوبات، بتهتم بالمشكلات اللي احنا بنتعرض ليها، بتنتقد الاراء باستخدام الحجج والبراهين، بس خدوا بالكم صاحبها ما بيستخدمش المشاعر ولا الانفعالات. راجل منطقي، راجل بيستخدم التفكير الناقد. زي مثلا لما نقول ما عيوب الانترنت، او مثلا عيوبه عدم التواصل الاسري مثلا. يعني احنا بنتكلم على عيوب هذه الايه. طيب هنعمل تمرين كده مع بعض، كل واحد من حضراتكم يقول لنا ما سلبيات عمله. انتظر مشاركته، كل واحد يكلمنا على سلبيات العمل اللي هو بيشتغله. ما سلبيات العمل اللي حضرتك بتشتغل فيه؟ الضغط استاذ شروق 10 درجات، استاذ نور الوقت 10 درجات، كسر الضغوط استاذ هبه الخطيب، استاذ جهاد استاذ عبد العزيز 10 درجات، استاذه نزيهه الوقت تمام، استاذه واضحه الوقت تمام، التنمر، الياس، الضغط، الوعي السلبيه، الواسطه، عدم التعاون، الضغط. كلكم بتعملوا دلوقتي، انتوا بتذكروا كلكم مرتدين القبعه السوداء، وبتذكروا سلبيات أو التحديات اللي بتقابلكم في عمل، عدم التحفيز، الضغط، عدم التحفيز، الضغط، قلة الإمكانيات في المدرسة، الواسطة، طبعًا الواسطة دي مشكلة المشاكل، أمراض المفاصل، جميلة أستاذة آمنة. الكثافة، طبعًا دي مشكلة المشاكل، يعني النهاردة بقى الفصل فيه 60 و70 طالب يعني. إهمال الخيال، أستاذة نورة، أستاذة إيمان، لا مبالاة في العمل، أستاذة هويدة، إهمال الأسرة التلميذ، الاستاذه مروه المدير. ودي طبعا اكبر عائق، ان يكون المدير في العمل طبعا بيكون عائق. الوقوف لفتره طبعا، هي كل المهن بيكون دايما العميل واقف والموظف قاعد، الحاله الوحيده اللي بيكون فيها المعلم واقف والعميل بيكون جالس. طبعا الاستاذه اللي بتقول مشكله الوقوف كتير، لا يوجد تفاهم مع المدراء، طبعا دي مشكله المشاكل يا استاذه مبروك، عدم وجود تفاهم مشكله كبيره. ضغط على الاهالي كبير تمام، المدير يعني مشكله المدير ده مشكله كبيره جدا يعني، لانه طبعا بيعوق العمل. الكسل، استقلال جماعيه، التعب والارهاق، عدم التعب. جميل جميل جميل، اشكركم. كل اللي شاركنا يدي لنفسه 10 درجات، بارك الله فيك. يبقى احنا دلوقتي كلنا ارتدينا القبعه السوداء وبدينا نذكر الايه السلبيات. نعمل ناخد طرفه كده
رجل تزوج من أهل الحديث بامرأة اسمها فتنة، وظن من اسمها إنها ستكون جميلة. ولما تزوجها في ليلة العرس وجدها من أقبح خلق الله والعياذ بالله، فصدم صدمة عظيمة، فتركها حتى نامت، ثم حزم أمتعته، لم هدومه، حكته، وخرج من البيت. مين اللي شافه بقى؟ أمه. فرأته أمه فقالت: إلى أين تذهب يا بني؟ قال لها: أنا مسافر يا أمي. قالت: وفتنة؟ قال لها: نائمة، لعن الله من أيقظها. أينشتاين بيقول من الغباء إن إحنا نعمل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب وننتظر نتائج مختلفة. طبعا ده من الغباء، الإنسان يعمل حاجة وهي بيغلط فيها أول مرة وتاني مرة ويعيدها تاني. وطبعا ده مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبغ المؤمن من جحر مرتين. طيب أحباب، هنستنتج مع بعض كده، نقعد كباع جاهزين، هنستنتج مع بعض. أستاذ عبدو بارك الله فيك، ادي لنفسك 5 درجات تفاعل، بارك الله فيك. طيب، في ناس بتسبق اهو. ربنا يبارك فيك يا استاذه نفيل، ربنا يحفظك. يعني انتوا بتقولوا من قبل ما اقول القبعه. طيب، القبعه اللي عليها الدور ذكرت في القران الكريم 8 مرات، بتعبر عن النماء والطاقه، بتعبر عن الافكار الجديده والغير مالوفه، بتعبر عن الاقتراحات والبدائل والتفكير زي ما بيقولوا كده خارج الصندوق. طبعا اكيد هقول لكم يعني انتوا سبقتوا كتبتوا الخضراء. كل شاركنا يدي لنفسه 10 درجات. تمام تمام طبعا، ما اكيد انتوا استنتجتوا يعني، شاطرين طبعا يا استاذه سوزان. رائع رائع، الخضراء سيدنا الخضر. جميل استاذه بركه، كلكم رائعون، ادي لنفسكم 10 درجات، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. والله انا مستمتع بوجودي وياك والله، وما شاء الله حاسس انا وصلت يعني كوكبه من الرائعين والمميزين. التفكير الابداعي محتاجين النهارده ان احنا نفكر بشكل مختلف كمعلمين. طبعا انا شايف الناس معانا كلها معلمين داخل الفصل يا جماعه. يعني انا شخصيا قبل ما اروح الفصل، ازاي ان انا ابقى امتع الطلبه بتوعي، ازاي ان انا ما يبقاش التدريس او الطالب جوه الفصل قاعد متضايق في ملل، لا بحاول ان انا ادور على اي شيء نشيل الدرجات دي في ايه؟ في ورقه يا استاذه هواي، في الاخر هنجمعها كلها ولا ايه؟ وفي درجات يا استاذه هواي. إيه طبعا كمعلمين طبعا عايزين نستفيد من القبعه الخضراء جدا، نفكر خارج الصندوق، ان احنا يبقى عندنا يعني دايما ان المدرس او المعلم هو رايح يعني هو بيجهز للمدرسه بتاعته الابتكار، يفكر هو بطريقه يمتع الطلاب اثناء التدريس بتاعه. نكمل يا احباب. يا ترى ايه خصائص القبعة الخضراء؟ طبعا بترمز للتفكير الابداعي زي ما حضراتكم قلتم، لتدل على النمو والتغيير. اسف على المقاطعة استاذ خالد. اتفضلي يا استاذ. يعني لابد من التنويه، كثير قاعدين بتواصلوا مع الخاص، مستمتعين جدا 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 في المحاضرة، وبيحكوا يعني اول مرة بيستمتعوا بمثل هيك نوعيات من المحاضرات، تبارك الله فيك. حاجة تسعدنا والله، حاجة تسعدنا، وأنا مستمتع والله معاكم والله، وما شاء الله التفاعل جميل، وكل العبارات والجمل اللي بتتكتب أنا مستمتع بها جدا يعني، بارك الله فيك، والله أنا بس مستفيد جدا معاكم والله. طيب نكمل يا أحباب. بنقول التفكير أو القبعة أو لون القبعة الخضراء بيرمز إلى التفكير الإبداعي، بيدل على النمو، إن أنا يبقى في عندي بفكر في حاجات خارج الصندوق، أفكار غير مألوفة، إن أنا بقرا المألوف بطريقة غير مألوفة، بركز على طرح بدائل، ما بقاش دايما جامد، دايما المرن مسيطر. زي مثلا دعونا نبتكر أفكار غير تقليدية في التدريس، إزاي إن أنا كمعلم أدخل الفصل أدرس بطريقة مختلفة، ما استخدمش دايما الطريقة التقليدية. طيب أنا عايز حضراتكم هتبتدوا القبعة الخضراء، وكل واحد يقول لي اسلوب او استراتيجيه او طريقه تجذب الاطفال او المتعلمين داخل الفصل. انا شايف ان كلكم متعلمين، فيا ترى ايه الاسلوب؟ كل واحد يفكر كده في اسلوب مختلف في ان هو او مو ابداعي داخل الفصل، يشجع الابداع المدير. رائع استاذ عائشه 10 درجات، اكتب نهايه القص، جميل، وهم يبداوا المناقشه طبعا، حوار المسرحيه طبعا، تمثيل ادوار رائع.
المعلم الصغير، الكرسي الساخن، القصة، الحكوات، جميل، لعب الأدوار، العصف الذهني، التعليم المقلوب، رائع، الاستنباط، العمل الجماعي، تمام، طريقتي العمل على شيء، تمام، التعليم التفاعلي، مسرحة المدى، طب محتاجين لمسرحة الألعاب، جميل، الألعاب دي استخدام الألعاب هتبقى شيقة، التفكير النقدي، طبعا النقدي يكون أكبر سنة إن شاء الله. العصف الذهني جميل، صورة وتعليق جميل قوي، والله أنا كنت محضر لكم صور كتير بس قدر الله ما شاء فعل يعني. التعليم التعاوني، حل المشكلات، التعليم التعاوني، نعمل ورشة عمل نخليهم يقعدوا معانا كده وبعد ست نستخدم الاستراتيجية بتاعت النهاردة داخل الفصل. العصف الذهني، ألعاب تفاعلية، ونحاول إن احنا نعمل لعبة جميلة تشوه، وطبعا النهاردة اليوتيوب مليان مليان حاجات كبيرة، ممكن نجهز الخرائط الذهنية، كل دي أساليب جميلة إن احنا زي نجمع معلومات كتيرة في ورقة واحدة، كل الحاجات دي ممتعة. يخلي حرف تي نقعدهم بحرف، تمام، خرائط ذهنيه، مسرحه مناهج، البرلمان الصغير، كلمات متقاطعه، لعب الادوار، التقليد والدراما، جميل، صندوق التميز، تعليم التعاون، خرائط المفاهيم، كله ما شاء الله. كل اللي شاركنا يدي لنفسه 10 درجات، انا مستمتع جدا معاك والله، ربنا يبارك فيك. جميل جميل جميل، بارك الله فيك. طيب هنستنتج بقى القبعه اللي بعد كده، طبعا اكيد عرفتوها. صاحب القبعة ده قلبه خفيف، ما بيهتمش بالمنطق، مشاعره ملتهبه، لا ينظر للحقائق ولا المعلومات، وبيعبر عن مشاعره. يا ترى ما نوع القبعة؟ ما لون هذا التفكير او هذه القبعة؟ الحمراء. استاذ هبه الخطيب 10 درجات، استاذ دعاء تمام تمام، رائع رائع، كل اللي شاركنا يدي نفسه 10 درجات، ما شاء الله ما شاء الله، الكوكب الناري. استاذ هويده تمام، العاطفه الحمراء، رائع رائع رائع، بارك الله فيكم. طيب يا ترى ايه صفات صاحب القبعه دي؟ طبعا خصائصه ان هو بتعبر عن التفكير العاطفي، وديبونو دي حته ذكيه من ديبونو، انه خلى فيه جزء، ليه دايما مشاعر الناس بتخاف ان هي تذكر مشاعرها، لكن هو خلاها جزء من التفكير، بترمز التفكير العاطفي القائم على المشاعر والحدس، بيفكر الصحابة بمشاعره بس، ما بيفكرش لا بالمنطق ولا بمبررات. طبعا القبعة الحمراء بتتميز بالتحيز، لانه العاطفة هي اللي يا جماعة العواطف هي اللي بتحركنا. لذلك انا ليه خليت القبعة الحمراء في الاخر؟ ما حدش سأل السؤال ده، يا ترى، وده سؤال لحضراتكم تفاعلي، ليه نخلي القبعة الحمراء ما نخليهاش في الاول؟ ليه؟ ليه لما نيجي لو استخدمنا قبعات تفكير الست نخلي القبعة الحمراء مش في الأول، نخليها في الآخر قبل الزرقاء؟ التحيز يتحيز، ليه ما يحب الله عليك، رائع أستاذ زينب تمام 10 درجات، ليه؟ علشان نجمع جميع العواطف، تمام، نتعرف على مشاعرنا، جميل. يا أستاذ سوزان ادي نفسك 20 درجة، دايما بنفكر مشاعرنا، والله تعليق رائع، هو ده اللي أنا عايزه، ان احنا يا جماعه اصلا يعني الواحد يفكر بعاطفته وبعدين بيديها مبررات عقليه. واضح اللي انا عايز اقوله؟ الواحد بيفكر بعقله الاول، عاطفته اللي بتحركه، وبعدين العواطف دي هو بمنطقها. فاذا لو بدانا الاول بالعواطف، لا، لو بدانا الاول بالمعلومات وبعدين الايجابيات والسلبيات والابداع وخلينا العواطف ورا، هنكون وصلنا لقرار او يكون عواطفنا اتحركت ناحيه الصح. لكن لو بدانا بالعاطفي هنبص لنفسنا، هنبدا بالعواطف، هنبرر بعد كده اللي احنا قلناه قبل كده. رائع رائع، تفكير ابداعي، رائع رائع، ربنا يحفظكم يا جماعه. والله انا اللي سعيد والله بيكم. النظام التمثيلي حسي غالب، طبعا احنا لها دور طبعا الانظمه التمثيليه، رائع رائع، ربنا يحفظكم. انا والله انا اللي مستمتع معاكم والله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يهتم مشاعر تقرا، يبقى احنا لما نيجي نستخدم القبعة الحمراء ما نخلاش في الاول، لان لو بقت القبعة الحمراء في الاول اللي بعد كده هنحاول نبرر مشاعرنا، تمام، لا لازم نترك مساحه للمشاعر، بس كان نخليها في الاخر ما نخلاش في الاول، تمام. طيب هنعمل تمرين كده تفاعلي، يا ترى ايه احب طريقه بتستخدمها في الفصل لحضرتك؟ ما افضل طريقه اللي انت بتميل ليها؟ وبرضه تقول لنا الطريقه التي لا تميل او بتكرهها في التدريس. يبقى في السؤال هنا ليه محورين، يا ترى ايه الطريقه اللي بتحب، هنمارس بقى، هنرتدي القبعه الحمراء، ايه الطريقه اللي بتحب تدرسها في الفصل
والطريقه اللي بتكره تدرسها في الفصل. اتفضلوا شاركونا. هتقول لنا الاول الطريقه اللي بتحبها وبعدين تقول لنا الطريقه اللي بتكرهها عشان نستخدم نرتدي القبعه الحمراء. التفاعل الجماعي جميل، دي بتحبها، بتختلف على حسب عرض الحس. جميل يا استاذ محمود، اشكرك. استاذ دعاء الزرقاء، واكره السوداء. ماشي يا استاذ. الخرائط هنا اساليب تدريس طرح المحتوى، تمام. عصف الذهني حسب الدرس والطلب، ماشي. بس عايزين نرتدي بقى يا جماعه، انا معاكم بس عايزين نرتدي القبعه عشان نطبق المهاره. التعليم التعاوني، طرح الافكار، حوار ومناقشه، ده بكره التلقين، جميل. خرائط الذهنيه، مراعاه فروق الفرديه، التفاعل بين المعلم والتواصل، اقرا الطريقه التقليديه. استاذه مبروكه، استاذه حنان، جعل التعلم متعه والتعلم الذاتي متعلمين. الخضراء، اميل الى طرح المشكله ومسمى النقاش. رائع 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 رائع، اشكركم جدا، اشكركم. طيب هنستنتج مع بعض، وطبعا هي المتبقيه. صاحبنا ده زعيم من يومه، بيوجه نظر الكل، منظم ومرتب وما فاضلش غيره، يا ترى ايه القبعه؟ الزرقاء، تمام تمام تمام. الزرقاء، استاذه سوزان عبد العال، ادي نفسك 10 درجات، تمام 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 تمام. كل اللي شاركنا يدي لنفسه 10 درجات تميز، بارك الله فيكم، تمام تمام تمام. ايه خصائص القبعه الزرقاء؟ اولا الزرقاء دي بتميل لون السماء، الشموليه والتوجيه والقياده والسيطره. طبعا لازم يكون في قائد، ما ينفعش ان احنا نسير في التفكير بدون قياده. بترمز القوه والتفكير المنظم، بتوجه الحوار والنقاش. ان انا بعض القائد هنا هو المسيطر، هو اللي بيوجه دفه الحوار. لو حصل جدل او اشتباك بين القبعات هو اللي بيفك هذا الاشتباك. دايما صاحبه هو بيميل الى اداره النقاش. زي مثلا احنا عندنا اربع اقتراحات، يا ترى ايه الخطوه الجايه يا جماعه؟ وده بينقلنا الى الاسئله اللي بيطرحها مرتدي القبعه الزرقاء. يا ترى، ده سؤال لحضراتكم، ما الاسئله التي يطرحها، ما الاسئله التي يطرحها صاحب او مرتدي القبعه الزرقاء؟ هيقول ايه؟ ايه اللي هيقول، الاسئله اللي هيقولها؟ منتظر مشاركاتكم. كيف؟ كيف ايه بقى؟ ازاي هنعملها؟ تمام، رائع. بيبرر ويرتب خطوات، تمام. استاذه عائشه، استاذه هويده، المعلم قائد ومرسل، تمام تمام. ما النتائج؟ استاذه سوزان، رائع، 10 درجات. التقويم، استاذه لطيفه، تمام. كيف نصل الى اعلى مستوى؟ استاذه كريمه، رائع يا استاذه كريمه، احييك والله. استاذه حبيبه، ارى انه هذا الاصح. ماشي، بس كده هبقى دكتاتور كده. ملخص المواد، جميل، رائع. تلخيص، نتائج، قدره تحمل نتائج، توصل لافضل اجابات، ملخص، بيلخص الموضوع، بيقيس اللي وصل. احنا وصلنا لحد فين يا جماعه؟ النتيجه، في حد اهداف الشموليه. طب الخطوه الجايه ايه؟ احسنتم. ما جدول القصوى؟ ما حدود القصوى؟ ما النقاط التي ارتكز عليها؟ اكون قدوه، ده صفات اللي احنا بنتكلم، الاسئله اللي بيقولها. النتيجه النهائيه استاذه شيماء السيد، استاذه مبروك، الخطوات التاليه، جميل جميل. هي دي فعلا الاسئله اللي بيطرحها مرتدي القبعه الزرقاء، يقول يا ترى الخطوه اللي جايه ايه؟ بيحترم اراء الاخرين، طبعا ده صفاته، بيحدد الاهداف، بيشوف الخطوه الجايه، يشوف الاحتمالات. طب يا جماعه شفنا احنا قلنا كذا راي، طب انتوا رايكم ايه؟ ما الذي الخلاصه بتاعت الدرس؟ احسنت يا استاذه حبيبه. استاذ محمود فهمي، ماذا تعلمتم؟ رائع رائع. تغذيه الرجعه، ما نتائج هذا العمل؟ احسنت يا استاذه مبروكه. استاذه هويده، رائع رائع رائع. استاذه شيماء، ربنا يعينك يا رب. تمام. طيب هنعمل تمرين تفاعلي. حضرتكم هترتدي القبعه الزرقاء. انت هتبقى مدير في شغلك، هتبقى مدير المدرسه لمده دقيقه او لمده 3 دقائق. يا ترى لو انت حضرتك او حضرتك مديره مدرسه او حضرتك مدير مدرسه، يا ترى كلمونا بقى، انت هتدير يعني ايه الحاجات اللي تحب تعملها في المدرسه؟ تاني السؤال،
لو حضرتك دلوقتي مدير في عملك، إذا أصبحت مديرا لعملك ماذا ستفعل؟ اتفضلوا شاركونا. الأستاذة هدى بتقول أنا مدير. طب جميل. ترتيب الخطة. أستاذ محمود رائع 10 درجات. العمل بروح الفريق رائع. الانضباط في الوقت، التخطيط، بشيل كل طاقم الإدارة السابقة. واضح إن أنت متأذية منهم. الحوار جميل، توزيع الأعمال أو حدد أهدافي، أكرم جهود المعلمين كلهم كده ولا المتميزين؟ متميزين طبعا. تقبل جميع الآراء، أداء الصلاة جماعة جميل طبعا، دي نقطة مهمة جدا يعني. التعاون مشارك، تنظيم العمل، غرس روح التعاون، التخطيط الجيد، تقسيم رائع رائع رائع، توزيع المهام. خطة العمل، مواجهة العواقب. أستاذة شروق عبد الكريم، أستاذة مبروكة، أصنع أضع القوانين الجادة أمام معلمين متعاون موظفي ده، اجتماع وسماع نقدهم. طبعا دي هتبقى صعبة يا أستاذة حبيب. أضع الرجل المناسب في المكان. أحسنت يا أستاذة شوقية شفايق. تنظيم الأساليب، التعاون، التقييم والتعديل، رائع 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 رائع. لابد من الرؤية والرسالة. والله الشعارات دي زينا منها يا أستاذة هويدة. الرؤية والرسالة المدرسة. للأسف بنحط شعارات وفي الآخر ما بتتنفس. برمجة ترتيب الخطوات بشكل رائع جميل. جعل الفريق كفرد واحد جميل. رائع رائع. أشكركم جميعا. كل اللي شاركنا يدي نفسه 10 درجات. ما شاء الله عليك. طيب لو حبينا، ده سؤال لحضراتكم، لو حبينا نرتب القبعات الست، حضرتك دلوقتي هتفكر باستخدام القبعات الست يا ترى؟ تمام يا استاذ، 10 درجات ربنا يحفظك. لو دلوقتي حضراتكم عايزين تطبقوا القبعات الست، ايه القبعات اللي هتمشي ازاي فيها؟ منتظر من حضراتكم مشاركه تقول لنا يا ترى هتبدا بالقبعه ايه، وثم يليها ايه، ثم يليها وايه اخر قبعه، ما اول قبعه وما اخر قبعه. اتفضلوا شاركونا. الأستاذة مبروك هتبدأ بالزرقاء ثانيها البيضاء، يعني هبدأ بالزرقاء الأول. أستاذ دعاء بتقول هالزرقاء بيضاء صفراء خضراء حمراء سوداء، سوداء في الآخر، آخر واحدة السوداء. أستاذ شروق بتقول ابدأ بالصفراء، ماشي. أستاذة كوثر البيضاء، أستاذة فادية البيضاء الزرقاء والنهاية الحمراء، أستاذة سلوى البيضاء، أستاذة هبة أبيض أصفر أخضر، أستاذة شروق الصفراء. معلش هو المشاركات متتاليه فعذرا اذا ايه ما قلناش مشاركه حد. البيضاء الصفراء استاذه كريمه، البيضاء الخضراء، الصفراء، الحمراء، السوداء. استاذه شيماء بيضاء حمراء سوداء صفراء. طيب عشان اقول لكم ايوه نبدا بالبيضاء ونبدأ بالسوداء. استاذه ليفين بحييك، ادي لنفسك 20 درجه. وكل قال نبدا بالبيضاء وننتهي لا مش بالسوداء بقى، بالزرقاء. ده رايي انا الشخصي يعني، وطبعا الاختلاف في الراي لا يفسد ود القضيه. هو الترتيب اللي اراه انا شخصيا ان احنا نبدا بالبيضاء، يليها الصفراء، يليها السوداء، يليها الخضراء، يليها الحمراء. نخلي الحمراء قبل اتخاذ القرار، قبل الزرقاء. يبقى هنبدا بالبيضاء وننتهي بالزرقاء. انما لو بدات بالزرقاء، طب يا جماعه المفروض الزرقاء ده بيساعد على اتخاذ القرار، هبدا في الاول باتخاذ القرار؟ لا، هو المفروض باخد معلومات وبعدين بشوف الايجابيات او الفوائد وبعدين بشوف السلبيات او العواقب او التحديات وبعدين بشوف الافكار الابداعيه وبخلي العواطف قبل الاخر، قبل اتخاذ القرار، لان هيبقى العواطف هتمشي في الاتجاه اللي احنا ايه اجمعنا عليه. ونخلي الزرقاء في الاخر خالص اللي هي اتخاذ القرار. لكن لما اخلي السوداء في الاخر، طب ايه اللي انا اخد بالي منه؟ فيفضل ان احنا نبدا بالبيضاء وننتهي بالزرقاء ونخلي الحمراء قبل القبعه الاخيره. طيب تمام تمام. الاستاذه مبروك قالت ملحوظه جميله ان احنا مش شرط نستخدم قبعة، صحيح على حسب نوع الدرس او على حسب الموضوع. فعلا احسنت، بارك الله فيك استاذه مبروك، ادي نفسك 20 درجه، بارك الله فيك، لان مش شرط نستخدم كل القبعات. طيب هنعمل بقى شويه اسئله قبل ما نختم عشان الناس مش عايزين نزهق الناس ونطول عليه. هقول التفكير وانتوا تقولوا القبعه. هقول التفكير وحضراتكم تقولوا لنا القبعه. التفكير الايجابي، ها التفكير الايجابي،
أنا مش عايز أطول عليكم والله، مش عايز أهقكم يعني. إجابي الصفراء، جميل رائع. كل اللي قال الصفراء يدي نفسه 5 درجات. لا مش البيضاء، اللي قال البيضاء يدي نفسه درجة واحدة بس، مشاركة. بارك الله فيك. طيب القبالة بعد التفكير بعد كده السلبي. التفكير السلبي، طبعًا دي واضحة خالص يعني. السلبي السلبي السوداء، تمام تمام، كل اللي قال السوداء يدي نفسه 10 درجات. التفكير الشمولي، التفكير الشمولي، يا ترى ايه نوع القبعة؟ التفكير الشمولي، تمام يا استاذة فادي 10 درجات. الشمولي الزرقاء، تمام. اللي قال الزرقاء يدي نفسه 10 درجات، اللي قال الخضراء يدي نفسه درجة واحدة، السوداء درجة واحدة بس، يبقى الشمولي هي الزرقاء. القبعة التفكير بعد كده الإبداعي، ما لون القبعة في التفكير الإبداعي؟ ما لون القبعة في التفكير الإبداعي؟ يعني طبعا دي سهلة، الخضراء، ادي نفسك 10 درجات، كل قال الخضراء 10 درجات. التفكير المحايد، التفكير المحايد، التفكير المحايد، البيضاء، تمام، كل قال البيضاء يدي لنفسه 10 درجات، استاذ فادي 10 درجات. رائع رائع. التفكير العاطفي، التفكير العاطفي، يا ترى ما لون القبعه في التفكير العاطفي؟ استاذه مبروكه حمراء، تمام تمام تمام، العاطفي يبقى الحمراء يا جماعه، كل قال حمراء يدي لنفسه 10 درجات، بارك الله فيك. تمام تمام تمام، لا كده انا سامعك اهو. تمام. لن اطيل على حضراتكم، في نهايه المحاضره بشكركم جميعا. النهارده اتكلمنا عن التفكير، قلنا التفكير ده عمليه ذهنيه بنرسم خريطه عمل عشان نصل الى هدف محدد. اتكلمنا ايضا فرقنا بين التفكير ومهارات التفكير، قلنا التفكير ده عمليه فطريه، انسان مولود بالتفكير، اما مهارات التفكير مكتسبه، الانسان بيتعلمها خلال برامج مختلفه زي قبعه التفكير الست وكورت واسكامبر. واتكلمنا على مبتكر قبعه التفكير الست هو ادوارد دي بونو، هذا رجل من مالطا وخد الدكتوراه في الطب والفلسفه، وابتكرنا سنه 1985 هذا البرنامج الرائع، عباره عن 6 قبعات. القبعه الاولى هي القبعه البيضاء، وهي قبعه المعلومات والتفكير الحيادي. القبعه الثانيه القبعه الصفراء، التفكير التفاؤلي والايجابيات والفوائد. القبعه اللي بعد كده القبعه الخضراء، وهي رمز التفكير الابداعي والتفكير خارج الصندوق. والقبعه الحمراء، التفكير العاطفي والمشاعر والاحاسيس. اخر قبعه القبعه الزرقاء، التفكير الشمولي والتجدد. اشكركم جدا، ونرفع شعار مع بعض، تجدد او تبدد، تجدد او تبدد. حضراتكم جمعوا لنا الدرجات عشان نشوف اعلى درجه، عشان نبعت لهم ان شاء الله الاستاذه، هنبعت للاستاذه الكتب للناس اعلى درجه. كل واحد من حضراتكم هيكتب لنا جمع درجاته. اشكركم جدا، واشكر الاكاديميه الراعيه والاستاذه شوقيه سلامه هواوره وفريق نحن المبادرون نحو القمه على اتاحه هذه الفرصه للالتقاء بحضراتكم. سعيد جدا بحضوري معاكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك وجعله الله ان شاء الله في ميزان حسناتك. ابدعت وتألقت في هذه المحاضره الرائعه، وذلك من خلال التعليقات والتفاعل بينك وبين الحضور الكريم الذي اثبت جدارته ايضا في التفاعل مع هذه المحاضره الشيقه. بارك الله فيك وفيهم، وبارك الله لك ولهم ان شاء الله، ونلتقيك على خير باذن بإذن الله. أشكرك جدا على تلبية دعوتنا، وأشكر جميع الحضور من جميع أقطار الوطن العربي. والآن أستاذة خولة، أستاذة خولة معنا، أستاذة خولة معك أستاذة. نعم نعم معك أستاذة، لو سمحت تشاركي الشهادات للأستاذ.
لأنه يستحق كل شهادات التكريم والتقدير. عبين ما في إذا في أي سؤال إن شاء الله رح أفتح الصوت بعد شوي للي بده يسأل الأستاذ المحاضر قبل المغادرة بإذن الله، سواء سؤال سواء تعليق يستحق منكم إن يعني إنكم تدعموا ولو بكلمات شكر وتقدير إن شاء الله. تفضلي أستاذة. يلا لحظة، يلا أستاذة معك أنا لحظة. تمام، واللي بده يسأل ياريت يرفع اليد. أستاذة أم كلثوم جهزي نفسك، تفضلي معك عبين ما تجهز الشهادات. أستاذة أم كلثوم افتحي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله. لحظة لحظة شوي، عن إذنك بدأت في المشاركة تتعرض لنا شهادات الأستاذ. إذن هذه أول شهادة، شهادة نعم وضحت الصورة، شهادة شكر وتقدير. أنا اللي سعيد بوجودي معك والله، ده أنا اللي المفروض أنا اللي أقدم لكم شهادة بشكر وتقدير. ربنا يحفظك يا رب. الله يرضى عنك ويكرمك يا أستاذ. شهادة شكر وتقدير منا من فريق نحن مبادرون نحو المهمة وبرعاية مؤسسة سفراء للتطوير المهني من تركيا، نقدم لك ومني أنا مؤسس فريق نحن المبادرون نحو القمة شهادة شكر وتقدير على حسن أدائك في هذه الورشة المميزة والرائعة عن القبعات الست التي نحتاجها كمعلمين في مراحلنا التدريسية. إليك أستاذ خالد طلبة من مصر الحبيبة، أشكرك وبارك الله بك. وأيضا يسرنا جدا في فريق نحن المبادرون أن نعلن أنك قد أصبحت سفيرا لفريقنا، ونمنحك شهادة سفير الفريق. وألف ألف مبارك على نجاح هذه الورشة وعلى هذا الأداء المميز والرائع، بارك الله فيك. يعرض الشهادة الثانية لو سمحتي أستاذة فولا. الشهادة الثانية، شهادة السفير. نعم، إذا هذه شهادة سفير الفريق، انضمامك إلى فريقنا نحن المبادرون نحو القمة ومنحك هذه الشهادة. جزاكم الله خيرا، وأنا ده أنا يعني أنا اللي سعيد، أنا اللي بيشرفني وجودي معكم، يعني جزاكم الله خير. آمين وإياكم، بارك الله فيك وشكرا لك أستاذة فولا على عرض هذه الشهادات. أستاذة شوقية أستاذنك، أستاذة شوقية سمعاني؟ لو سمحت انا وعدتهم باعلى درجات، سمحتي شوفي اليه ان احنا ناخد منهم اعلى الدرجات عشان نبعت لهم كتب الكترونيه، فشوف حضرتك اللي ممكن على الواتس، ممكن باي وسيله هم ايه يقول لك الدرجات بتاعتي لو سمحتي. يعني راح ابعت لهم كمان روابطي مره اخرى يمكنهم التواصل معي. قديش حصلوا على درجات؟ ان شاء الله الاستاذ راح يبعث لكم كما وعدكم اللي هو الكتب الالكترونيه، جوائز لكم تقديريه على تفاعلكم المميز في هذه الورشه. شكرا لكم، ابدعتم. استاذه ام كلثوم تفضلي، اسف على مقاطعتك، كانت رافعه ايدها وبدها تحكي. تفضلي استاذه ام كلثوم. لا مش هون، ما تكتبوليش على الشات لو سمحتوا، يا ريت تراسلوني على الخاص عشان ابعث للاستاذ خالد ان شاء الله، لانه هون في الشات راح يضعن العلامات. معلش الان بعثت لكم روابط يمكنكم التواصل معي عبر تليجرام او عبر الواتساب او اي وسيله اخرى من هاي الروابط اللي انا بعثتها، مش على الشات للاسف، ما راح اطلع على الشات، سو سوري، لأن الشات فيه حكي كثير ورسائل كثيرة جدا أتبع معكم. فاللي حابب يحصل على هديته من الأستاذ يتواصل معي على الخاص مع الأستاذ مباشرة. أستاذ ممكن تضعي لهم رقمك كمان، يكون أفضل، شو رأيك أستاذ خالد؟ تمام تمام، حط لهم الرقم بتاعي، يتواصل على الواتس على الواتس وأنا أقدر الواتس حطه لو سمحت. طيب أستاذ أم كلثوم تفضلي. أم كلثوم أين أنت؟ أنا معك. تفضلي تفضلي. في بدي يعني أشكركم على هالمحاضرة الجيدة الرائعة وأكثر من رائعة،
يعني كانت مميزة وكانت فيها استفادة كبيرة يعني لنا، والحمد لله. يعني بشكرك أنت وأستاذ خالد إن شاء الله. أهلا بك، العفو حبيبتي، شرفتونا ونورتونا. يعني إحنا أصلا كل هدفنا من الجروبات إنه إفادة الحضور، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل إن شاء الله. أستاذة فادية تفضلي. أي فندم، شكرا جدا على المحاضرة الجميلة دي. أي فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا على المحاضرة الجميلة دي، لكن نتمنى ان هي تتعاد تاني، لان سبب ظروف النت ما قدرناش نستفيد الاستفادة الكاملة منها، فلو ممكن تعيدوها تاني نتكلم في الموضوع تاني ان شاء الله. شكرا ان شاء الله، توكلي على الله. العفو، اهلا وسهلا فيك، حياك الله. ثريا تفضلي. ثريا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. في عمرك استاذه، حابه اشكر الفريق والاستاذ اللي اعطانا المحاضره جدا قيمه ليستفيد منها المعلم داخل البيئه الصفيه، جدا معلومات رائعه، ولكم مني من ليبيا كل الشكر والتقدير وتحياتي لكم. حياكم الله انت واهل ليبيا كلياتكم فردا فردا وكل اقطار الوطن العربي احبائنا، اهلا بك. شروق تفضلي. شروق عبد الكريم، مساكم يسعد مساكم، يعطيكم العافية، جهودكم مباركة جدا، الله يرضى عليكم. اللقاء أكثر من رائع، مش بس رائع يعني، عن جد فائدة كبيرة، مش بس لمدرسين، لحياتنا العامة، لبيتنا، لأسرتنا، لمدرستنا، لكنا إداريين أو كنا معلمين، لأي موظف في أي مكان. بجد يعني صدقا إنه بجوز أنت طلبتوا إنه جمع نقاط، إحنا اندماجنا ما خلانا نجمع نقاط، كان هدفنا بس إنه نجاوب ونتفاعل، والتفاعل أكثر من رائع، ابتسامة الأستاذ كانت أروع ما يكون يعني، فعله كان هو جاذب إلنا، فيعطيكم العافية فعلا من كل القلب، يعطيكم ألف عافية، مشكورين جدا. شكرا حبيبتي، شكرا على كلماتك، هذا تحت أي قبعة يعني بندرج، شو رأيك؟ السفراء الأمل، الكلام اللي حكيتي السفراء هو الأمل، أنت نور الشمس، بعدين اسم الشروق يعني هو إشراق، هو الشمس والأمل والتفاؤل بإذن الله دائما، بإذن الله. إن شاء الله. شايف يا أستاذ، قاعدين إحنا بنعمل تقييم تكوين ختامي في الآخر للي حكيته، ما شاء الله. طيب الأستاذة ثريا تفضلي. شكرا، شكرا حبيبتي. ثريا تفضلي. تحدثت معاكم عن أستاذة غير، بس إيدي قاعدة على مرفوعة، أنا ننزل هاي. بالغلط، مش مشكلة، أهلا وسهلا. طيب حبيبة، حبيبة علي تفضلي. السلام عليكم. شكرا. عليكم ورحمة الله. وسعيدة جدا بالانضمام لهذه الجلسة، أكثر من رائعة، في ميزان حسناتكم، وتشرفنا بكم. أنا من ليبيا، كان عندي غموض بالنسبة لاستراتيجية القبعات الست، والحمد لله وضحت بشكل أكثر من رائع، ونرفع القبعة الخضراء والصفراء لكم الصراحة. شكرا جدا جدا. شكرا 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 حبيبتي، أهلا وسهلا وحياك الله. يعني مبسوطين إنكم استفدتوا وإنكم اندمجتوا، لكن للأسف في البعض جات متأخر عشان هيك يمكن حس حاله ضايع شوي، لكن إن شاء الله أكيد الأستاذ خالد بشرفنا إنه ينضم لنا كمان مرة ومرة بإذن الله في فريقنا نحن المبادرون نحو القمة. أهلا بك وشكرا لك. أستاذة مبروكة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. أهلا وسهلا بك، معك مبروكة من ليبيا، ما شاء الله تبارك الله عليك يا أستاذة شوقية، ما شاء الله تبارك الله، كل الورش رائعة 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 وجميلة ومفيدة، وما شاء الله تبارك الله اليوم اتحفتينا بالأستاذ خالد، ما شاء الله ابتسامته وضحكته، دخلت التفاؤل على المحاضرة، ما حسيناش حتى بالوقت، فما شاء الله تبارك الله. والقبعات يعني هذه هي القبعات، والألوان هي الألوان الفاقعة والألوان المحبوبة من الأطفال، من التلاميذ، من الأهل، من المجتمع بصفة عامة، فالقبعات هن بروحهم يعني عندهم يعني ميزة، يعني قبعات الستة هي بروحها عندها ميزة لوحدها بألوانها،
فما شاء الله تبارك الله والأستاذ خالد عطاها يعني حقها، وما شاء الله تبارك الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ما شاء الله. آمين وإياكم. شكرا لك، بارك الله فيك على كلماتك الداعمة المليئة بالطاقة الإيجابية أيضا، شكرا لك. الآن نأتي إلى الأستاذ طارق، تفضل أستاذ طارق. أستاذ طارق تفضل. أستاذ شوقية بصراحة أهلا وعليكم السلام. يعني كما يكون المعلم رقمي لابد أن يكون تربوي وصاحب استراتيجيات، فبصراحة استفدنا وأكدنا معلومات كثيرة في هذه الاستراتيجية، جزاكم الله خير وشكرا لحضرتك، لأن واضح أن في تنوع داخل المبادرة وحاجة جميلة بصراحة، شاكرين ليك وجزاكم الحمد لله. والدليل أنك أنت ما شاء الله كانت ضيفنا في البريف وبرضه كانت محاضرة مميزة ورائعة ما شاء الله، فأشكرك جدا أستاذ طارق، شكرا على حضورك وتعليقك. أستاذة خديجة تفضلي. أستاذة خديجة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. تفضلي افتحي المايك واحكي. خديجة معلمة السلام عليكم. عليكم ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أيوة تفضلي سامعيني الآن. معلمة من ليبيا، بارك الله فيكم جزاكم الله خير، إن شاء الله في ميزان حسناتكم نورتوا بصيرتنا كيف، وإن شاء الله ربي نور بصيرتكم، استفدنا كثيرا وكانت رائعة، المحاضرة رائعة جدا جدا واستمتعنا بها، إن شاء الله نستمتع بها نحن طلبتنا ونحن نتعلم ونعلم فيهم هذه الطريقة الجديدة. السلام عليكم. إن شاء الله، شكرا بارك الله فيك وأهلا وسهلا فيك، شرفتينا. إيمان وزان تفضلي. إيمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يعطيكم العافية، جزاكم الله خير على المحاضرة، وجزاك الله خير أختي شوقية على تنظيمك وعلى ترتيبك، بارك الله فيك في جهودك، والحمد لله على سلامة الدكتور العظيم، وإن شاء الله نتمنى له الشفاء إن شاء الله وأن لا يصيبه سقم أبدا إن شاء الله. وبارك الله في الأستاذ خالد يعني على محاضرة اللطيفة الجميلة فعلا التي غطت مهارات التفكير كاملة حتى وصلت إلى مهارات التفكير العليا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فعلا على مقدرته التربوية في طرح الأفكار وفي تطبيقها وتنفيذها، بالإضافة إلى أسلوب عرض شيق وجميل وسلوك أخلاقي تربوي أسر الجميع به، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. آمين آمين، شكرا لك أستاذة، شكرا على تمنياتك وشكرا لحضورك وتفاعلك، شكرا بارك الله فيك. تفضلوا، مين كمان حابب؟ تركيا تفضلي، تركيا جبريل تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور شوقية. وعليكم السلام، يا هلا 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 بكم حضراتكم علماء وورثة الأنبياء، ما شاء الله عليكم مشاعل النور، بارك الله فيكم جميعا، شيقة جدا يا رب. أنا أصلا ما عمري ما أخذت علم نفس واستمتعت جدا بالمحاضرة بتاعت الأستاذ خالد، وأول مرة أركز في المحاضرة من أولها الأخيرة بدون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني الحمد لله كان أسلوبه رائع بالرغم من بعض مشاكل الإنترنت، لكنه أسلوبه غطى على هذه المشاكل واستطاع بمكته وبأسلوبه واستراتيجيته الرائعة أن يدمج الحضور في هذه الورشة التدريبية، شكرا لك. تفضلي كملي. اضرب هذه اضرب هذه اضرب هذه أنا هطبق نفس الأفكار حضرتك اللي عملتها في التدريب وخلتنا كلنا مركزين معاك في الفصل، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا. شكرا لك، بارك الله فيك، أهلا وسهلا حبيبتي، شكرا. إن كانت هناك أسئلة أخيرة